السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي هو عبارة على تمرين ديال كيفاش نكريو واحد ليلمو جديد باستخدام اون ميثود جافا سكريبت. دونك اول حاجة كنتمنى انكم ترجعوا الفيديو ديال هاد لابارتي ديال لاجو ديال لي زيليمون باستخدام لي ميثود ديال دون، عاد من بعد تشوفوا ليكزارسيس. انا غنكون عاد حطيتهم في القناة قبل ما غادي نحط هاد التمارين الخاصين بهاد لابارتي ديال لاجو ديال لي زيليمون في جافا سكريبت. دونك نبداو ان شاء الله هاد ليكزارسيس، غادي نحاولوا اننا نستخدموا فيه واحد الطابل. دونك كما كتشوفوا في الكوداج تي ام ال، انا كريت واحد لا طابل اللي عطيت فيها السطر الاول فيه دي تي اش يعني العناوين يدي والنو، ومن بعد السطر الثاني دايره فيها واحد السطر باغ ديفو اللي كيتحط فيه واحد الاي دي ربعه الوحدات، و لو نو دايره الحكيمي. من بعد غادي ناجوتي واحد لو بوطون اللي غادي نعيط فيه على واحد لا ميثود غنسميها اجوتي، من بعد غادي نكريها في السكريبت. والهدف ديالي ان فاش تنكليكي على اجوتي كنتمكن انني نكري واحد السطر جديد في هاد الطابل هذا. دونك بالنسبه لا ميثود اجوتي غادي نمشيو نديكلاريو واحد ليليمون جديد، دونك ندير فار او ال تي باش يكون ليليمون جديد. انا هنا نقدر نستخدم لا ميثود كرييت اليمنت، وحيت هو لين في طابلو دونك غنكري انا ليليمون سميتو تي ار. ابري هاد ليليمون ملي غادي نكرييه نقدر نزيد ليه لي زانفورماسيون نيسيسير، مثلا الاي دي، عطيت ان الاي دي ديال هاد السطر هو ال، وغادي نحاول انني ناجوتيه في وسط لا طابل. دونك غندير لا طابل واحد الايدي وغادي نعيط ليها وندير ابن شيلد ونعيط على ليليمون. يعني هنا انا زدت هذاك السطر لا طابل، ولكن فوالا سي اون في لو تيست. دونك هو كيدخل لينا لا ميثود كيخدم مزيان، ولكن راه كما كتعرفوا حنا لي تي ار راه تاي خص يكون وسطهم دي تي دي. حنا تي ار ديالنا راه ديكلارينها باقا خاويه، دونك حنا كنحتاجو باش نكملو الخدمه ديالنا اننا نمشيو نعاودو نكريو واحد ليليمون اخر اللي غادي يكون باستخدام لا ميثود كرييت اليمنت، ولكن غنديرو تي دي. دونك غنسميه مثلا كيز، وهاد كيز نقدر ندير ليه الانيراش تي ام ال، يعني الكود اللي يكون مكتوب حداه نقدر الحاجه اللي تكون مكتوبه في وسط هاد لا كاز غادي نطلبها من عند ليوتيزاتور باستخدام لا ميثود برومبت. دونك نقول ليه عطيني شي اسم، هذاك الاسم اللي كيعطيني ليوتيزاتور هو اللي كنحطو انا في هذيك لا كاز تي دي. نفس الطريقه غنكري واحد الكاز جوج، حتى هي كيعطيني ليوتيزاتور داكشي اللي بغيت نكتبو فيها. دونك وحده هي الايدي والثانيه هي لو نو، وغادي نستخدموا لا ميثود ابن شيلد. هاد المره هاد تي دي غادي نديروها كشيلد ديال تي ار، يعني حيت تي دي كيكونوا في وسط تي ار كما باين لكم في الكوداج تي ام ال العادي. دونك غنديروا ابن شيلد باش يدوزوا لينا في وسط هذيك لا لين اللي غنكريو. دونك كما كتشوفوا في ليكزيكيسيون كدوز لينا البرومب عاديه وكتزاد لينا السطر مزيان. كل ما كليكينا على اجوتي كندخلوا المعطيات تاع السطر الجديد اللي بغيناه يتاجوتا، وهكذا كيتاجوتا لينا ليليمون بطريقه صحيحه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، تكونوا فهمتوا اننا بوغ كري واحد لا لين ديناميكمون احتاجينا اننا نكريوها هي، ومن بعد نكريو داكشي اللي كيكون في وسطها اللي هما لي تي دي. انا هنا احتاجيت نكري جوج ديال لي تي دي حيت عندي طابل صغير فيه غير جوج لي كولون، الا كان طابل كبير فغنحتاج نعاود الخدمه بلوزيغ فوا. دونك نتلاقاو مع تمرين في نفس الصونس، ولكن هاد المره باستخدام اون ميثود اللي سميتها انسيرت ادجاسنت اتش تي ام ال. الى اللقاء.